ويا مساء الفل على حضراتكم. النهارده حلقه جديده ويوم جديد، ورجعنا لكم في موسم جديد من برنامج جو هيلثي. هنتكلم زي ما اتعودتوا على ازاي يبقى شكلنا حلو، ازاي يكون كمان شكل جسمنا حلو، ازاي لو عندي اي مشكله، وخصوصا عندنا احنا الستات والبنات الصغيره نقدر نحلها بابسط الطرق من غير ما ندفع فلوس كتير، وكمان واحنا قاعدين في البيت. يعني بصوا يا جماعه، دايما بقول انه مفيش حد كامل، الكمال طبعا لله وحده، بس ساعات بيبقى عندك ديفو كده اللي هو ممكن يتصلح. لو ممكن يتصلح بشكل بسيط وبحاجه بسيطه ممكن تاخديها في البيت فتحسن من شكلك وتخلي شكلك احلى، اكيد كلنا هنبقى عايزين نعمل ده من غير ما ندفع فلوس كتير زي ما قلت لكم، وخصوصا لو كان معانا دكاتره خطوه بخطوه معانا في المشوار لحد ما نوصل للشكل والوزن المثالي اللي احنا حابينه. طبعا كلنا راجعين من اجازه العيد، في ناس كتير لخبطت في الاكل، اللحم الضاني بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها. فاحنا جايين النهارده الحقيقه نحل مشكله، مش مشكله عند حد واحد ولا اتنين ولا تلاته، يمكن اكتر من 50% من الناس اللي بيتفرجوا علينا حصل عندهم في الفتره الاخيره وفتره الاجازات زياده في الوزن. ازاي اقدر بقى احل مشكله زياده الوزن دي، وازاي اقدر اخس وانا قاعده في بيتي من غير ما اعمل عمليات، من غير ما ادفع فلوس كتير، من غير ما ندفع فلوس كتير لنروح لدكاترة ويدونا أدوية غالية جدا، أو نعمل عمليات تكميم معدة، تدبيس معدة، تحويل مسار، أو نعمل جلسات شفط الدهون أو جلسات الفيزر، الحاجات اللي كلكم عارفينها وبتبقى مكلفة جدا. فأنا جاي النهاردة أحل لكم مشكلة الوزن الزيادة، ودي أول مشكلة هنتكلم فيها النهاردة. ازاي اي حد بقى عنده زياده في الوزن، زاد 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو 30 40 50 كيلو، عايزين نخسهم من غير ما نعمل عمليات ومن غير ما ندفع فلوس كتير. الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه دي ارقام الفريق الطبي، ارقام دكاترتنا، احنا مش مسؤولين اطلاقا على اي ارقام اخرى. الارقام دي هي ارقام دكاتره برنامج جو هيلثي اللي انا طبعا بكون معاهم، ودايما بنساعدكم ان انتوا توصلوا للوزن المثالي وتخسوا ويبقى شكلكوا حلو. طيب حاجه تانية، في ناس تقولي طب انا كان عندي مشكله تانية يا دكتوره حاجه مختلفه شويه، انه انا كان وزني حلو جدا، جيت حصل ولاده بعد الطفل الاولاني الثاني الثالث حصل زياده في الوزن رهيبه، فانا عايزه ارجع تاني زي ما كنت قبل الولاده، او واحده اتجوزت فضلت نفسها بقى الجواز فتح نفسها على الاكل فبدات تاكل كتير فبدات حصل زياده في الوزن، طب انا عايزه ارجع لوزني المثالي اللي كان قبل الجواز. طيب في حد تالت ممكن يقول لي لا انا بقى مشكلتي مختلفة تماما، انا اخدت ادوية زودتني في الوزن، خدت كورتيزون ملا تحت الجلد عندي مية فنفخت جسمي اتنفخ ومش عارفة ارجع تاني. طيب في حد تاني ممكن يقول لي لا بقى ده انا باخد مضادات اكتئاب ودي بتزودني في الوزن ومش هقدر استغنى عنها، الدكتور كاتبها لي ولازم افضل ماشي عليها عمري كله بس في نفس الوقت بزيد في الوزن، طب ايه الحل؟ شفتوا بقى كمية الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها مشاكل. في بقى مشكلة تانية، يعني كل المشاكل دي في كفة، وفي مشكلة تانية في كفة تانية. إيه هي المشكلة التانية اللي تقريبا بيعاني منها معظم الناس؟ وهي أن أنا مش عارفة أفرمل نفسي عن الأكل، أنا باكل كمية أكل غير طبيعية ما بشبعش، لو قدامي أكل كتير جدا ممكن أكل من هنا لحد السنة الجاية ومش عارفة أوقف نفسي على الأكل. طب الحل هنا ايه؟ الحل هنا يا جماعه في كلمه واحده، كورس الوان سليم. كورس الوان سليم هو اللي هيقدر يحل لي كل المشاكل اللي كلمتكم عليها دي من غير ما تدفعوا فلوس كتير، تحت متابعه دكاتره جو هيلثي، الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. كمان يا جماعه التوصيل والشحن النهارده مع كورس الوان سليم توصيل مجاني تماما. طب في عروض؟ ايوه في عروض، بس بقى في مفاجاه تانية كمان جايبها لكم مع العروض. خلوني الاول اقول لكم عروض كورس الوان سليم، انا عندي اربع عروض يا جماعه. اول عرض معانا كورس الشهر. طب كورس الشهر ده ارشحه لمين؟ الناس اللي عندها زياده 2 3 كيلو عايزه تنزلهم في اسبوع، تاخدي كورس الشهر مناسب قوي بالنسبه لك. كورس الشهر عباره عن كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء اللي قدامكم، مع بديكي هديه الفيتامين، لازم اعوض نزولك في الوزن بفيتامين اديهولك، فبديكي هديه الفيتامين مع كبسولات الوان سليم اللي بديها لك بخصم 30%. ده اول عرض.
تمام. تاني عرض كورس الشهرين. كورس الشهرين ده عباره عن ايه؟ كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء مع كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء بخصم 40%. بس كده؟ لا، هديكوا هديتين بقى المره دي، مش هديه واحده. معانا الهديه الاولانيه الفيتامين، الهديه الثانيه كريم شد الترهلات. طب كورس الثلاث شهور، ثلاث شهور العادي ده بيبقى عليه خصم كام؟ خصم 50% يا جماعة، يعني بتاخدوا الكورس بنص السعر بتاعه. طب بناخد فيه ايه؟ كبسولات الوان سليم اللي هي العلبة البيضاء، كبسولات الوان فيت اللي هي العلبة الحمراء، كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبة الخضراء، وكمان بناخد هديتين اللي هما كريم شد الترهلات مع كبسولات الفيتامين. الكورس ده عليه كام؟ خصم 50%. طيب نيجي بقى للعرض بقى المفاجأة، العرض القنبلة، كورس الثلاث شهور المكثف. كورس الثلاث شهور المكثف ده عبارة عن ايه بقى يا جماعة؟ عبارة عن ست منتجات بالتمام والكمال، ست منتجات. طب هناخد فيهم ايه الكورس المكثف؟ اولا الكورس المكثف ده عليه خصم 60%، بس الاول 100 متصل على الارقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة. طب الكورس ده هينزلني قد ايه؟ من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد. طب هنا انا بتكلم على 3 شهور، يبقى انت معانا على الاقل هتنزلي في الثلاث شهور 45 كيلو. طيب تاني حاجه، ايه هو الكورس المكثف؟ هو عليه خصم 60%، بتاخدوا ست منتجات، خصم 60% على ست منتجات. ايه هم بقى الست منتجات؟ بناخد كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء، بناخد علبتين من كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، وبناخد علبه من كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء، ومعانا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. الكورس المكثف ده عليه خصم 60% لاول 100 متصل، زي ما قلت لكم بتاخدوا الخصم 60% وبتاخدوا كريم شد الترهلات مع الفيتامين. طبعا يا جماعه انا ما بجيلكمش من غير منتجاتي، لازم تكون المنتجات قدام حضراتكم على الشاشه. ليه؟ علشان ده منتهى الامان ومنتهى الفعاليه، ان انا بجيب لكم المنتجات اللي هتخسسكم من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد، وفي نفس الوقت هي المنتجات دي اللي هتوصلك لحد باب البيت. تعالوا نشوف مع بعض ايه المنتجات، يلا بينا. بصوا بقى، ده كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء، حلو؟ معانا كبسولات الوان فيت، انا اللي معايا ده العرض المكثف اللي عليه خصم 60%، معايا علبتين من كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، علبه من كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء، مع الهديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين، وكل الكورس اللي انتوا شايفينه ده عليه خصم 60% هينزلك في الشهر الواحد من 15 ل 20 كيلو، سواء كان رجاله، ستات، اطفال، كبار السن، الناس اللي عندها امراض مزمنه زي الضغط او السكر او مقاومه الانسولين، او الناس اللي عندها امراض العظم. طيب في بس حاجه مهمه قبل ما اخد طارق معايا على التليفون، ممكن حد يقول لي طب انا استغنى بقى عن دواء الضغط والسكر واخد بس الكورس وهيعالجني؟ لا، الكورس يا جماعه بيخسس من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد، ملوش علاقه، ما بيعالجش ضغط، ما بيعالجش سكر، انت كده كده بتبقي ماشيه مع الدكتور بتاعك على الادويه بتاعتك، بتاخديها، الادويه دي ما بتتعارضش خالص مع الكورس، لان كل مكونات طبيعيه 100%، فبتاخدي دواء الضغط بتاعك او دواء السكر او دواء مقاومه الانسولين او دواء الغده او دواء العظم، وبتاخدي معاه كورس الوان سليم. طب كورس الوان سليم هيعمل ايه؟ هيخسسك من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد من غير ما تعملي دايت، بتاكلي كل اللي نفسك فيه، من غير ما تعملي رياضه، ومن غير ما تعملي عمليات، وبالخصم النهارده اللي هو 60% لاول 100 متصل. اتصلوا على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، لانه بمجرد ما ال 100 كورس هيخلصوا للاسف الكورس هيطلع بسعره الاصلي من غير خصم ال 60%. تعالوا نشوف مع بعض مين معانا. طارق. ايوه دكتور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا طارق، معلش انا طولت عليك، معلش انا عارفه انت معانا على الخط بقالك فتره. انت طولت علينا في ان انت ترجعي تاني للشاشه مش في حبيبي يا طارق، والله انتوا، والله احنا موجودين بيكوا. انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله، مبسوط جدا برجوعك للشاشه وموسم جديد للبرنامج. ميرسي يا طارق، وحابب اشكرك عشان انت بتقدمي رساله مهمه جدا لكل حد مهتم بالصحه والجمال والرشاقه يعني. ميرسي يا طارق، تسلم لي يا رب، تسلم لي. عندك اي سؤال؟
لا ربنا يخليك، انا حبيت ابارك لك بس. ميرسي قوي قوي، شكرا شكرا يا طارق، وشكرا لمكالمتك. وطبعا يا جماعه احنا موجودين، دايما بقول احنا موجودين بيكوا انتوا، احنا موجودين لما بتاخدوا كورس الوان سليم وبتخسوا، ده اللي بيخلينا مستمرين. احنا بقالنا دلوقتي اكتر من 3 سنين متواصلين معاكوا على الشاشه، وبنقدم كل ما هو جديد في مجال، مش هقول لكم بس الوزن المثالي، لا في مجال الجمال بشكل عام. ودايما بقول يا جماعه، في ناس تقول لك انا بستثمر فلوسي في ذهب، في ناس تقول لك لا انا بستثمر فلوسي في عقار، في ناس تقول لا انا بستثمر فلوسي مثلا في ايا كان بقى، عمله اجنبيه مثلا. هنا يا جماعه كل ده طبعا كويس، محدش يقدر يقول عليه حاجه، بس الاهم ان انتوا تستثمروا في صحتكم. انا لما يبقى جسمي مظبوط، لما اخس هبعد تماما عن امراض الضغط والسكر والسرطانات والقلب ومشاكل كتير، وامراض العظم وامراض الاكتئاب وامراض الكبد الدهني وامراض ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، كل ده انا ببعد عنه. فمعنى كده انا بستثمر في صحتي، ودي نقطه مهمه قوي، انه استثمار الصحه ده اجمل استثمار. ممكن انتوا كمثلا حبايبنا يعني بتتفرجوا علينا تقول لك انا نفسي اخس عشان شكلي يبقى حلو، لكن احنا كدكاتره بنبقى عايزينكم تخسوا، رقم واحد صحتكم تكون احسن، رقم اتنين يليها بقى الشكل وطبعا الثقه بالنفس. طيب بصوا بقى، انا جايبه لكم النهارده مفاجاه. انا كنت في الاجازه الاسبوع اللي فات، كنت مسافره في المانيا، وطبعا كمجال التغذيه بتاعي بحب دايما اطلع على ما هو جديد في عالم الادويه بره مصر. فدخلت احدى الصيدليات هناك وبتفرج على الادويه، ومنهم كانت عاملين كورنر كده لادويه التخسيس اللي موجوده في المانيا. المانيا دي اقوى بلد في العالم في الطب، واقوى بلد في العالم في الادويه. حلو كده؟ فاستوقفني الحقيقه الكورنر اللي هم عاملينه، اللي عاملينه كله للتخسيس. حلو كده؟ تخسيس سيدات وتخسيس رجال وتخسيس اطفال. فعجبني شكل علبه يعني دواء كده، فقلت ابص على المكونات بتاعتها. اخذتها وبصيت على المكونات، واذ صدفه الاقي نفس المكونات اللي موجوده في العلبه دي هي بالظبط اللي موجوده في كبسولات الوان سليم اللي هي دي. فساعتها يا جماعه قلت ايه ده؟ لا بقى مش هينفع كده، ان انا لازم اتقص واعرف السعر كام. فسالت السعر عند الدكتور الموجوده هناك، قالت لي ب 50 يورو. فالحقيقه انا استغليته جدا، يعني دواء باكتر من 2500 جنيه، وانا عندي الدواء بتاعي اللي مصنوع هنا في بريطانيا الست منتجات اقل من ال 2500 جنيه. طيب اسكت؟ لا ما اسكتش، رحت عامله ايه؟ اشتريت الدواء وما استخسرتش فيكم ال 50 يورو علشان اوريكم بس الفرق. يعني بصوا طبعا انا هخبي الاسم اهو، هو ده الدواء اللي بكلمكم عليه. تمام؟ ده من احد الصيدليات في المانيا ب 50 يورو، بنتكلم في علبه بتكفي شهر لانه 30 قرص. المكونات فين؟ اهي. لو تقدر بس الكاميرا تجيب لي المكونات عشان نقدر نقارنها بالمكونات اللي موجوده عندي في الوان سليم، اللي هو ده الدواء ده ب 50 يورو، يعني باكتر من 2500 جنيه. الدواء ده يا جماعه لوحده يمكن اقول ايه 1% من ده اهو. دي المكونات اللي هي ايه؟ هقراها لكم سريعا. انا عندي الكروميوم، عندي الزنك، عندي اهو الكروميوم، عندي الزنك، عندي الجرين كافي، عندي الجرين تي، عندي الشيتوزان، نفس المكونات بالظبط اللي هي موجوده في ده. تعالوا نشوف المكونات ده، الشيتوزان، الكروميوم، الجرين كافي، مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه، والجرين تي. تمام؟ ده زي ما قلت لكم اهو. تمام؟ ده زي ما قلت لكم يا جماعه ب 50 يورو الست منتج، اللي هو باكتر من 2500 جنيه، ده السعر الدواء اللي في المانيا. الست منتجات اللي قدامكم دي السته بما فيهم الدواء اللي بالظبط زي مكونات الدواء ده ومصنوع في بريطانيا باقل من 2500 جنيه. فبس انا حبيت ان انا اوريكم انه احنا لا، احنا عندنا منتجات كويسه جدا، عندنا منتجات نفس جوده بره باقل من سعر بره بكتير جدا. طيب الكورس المكثف اهو اللي انتوا شايفينه عليه النهارده، خصمي 60% الست منتجات لاول 100 متصل. بتاخدوا علبتين من الوان فيت، علبه من الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء اللي شبه المنتج الالماني بنفس مكوناته، وعلبه من الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء.
ومعانا هديتين، كريم شد الترهلات مع الفيتامين، والكورس ده هيكفيكم لمدة 3 شهور متواصلة، هتنزلوا في الشهر الواحد من 15 ل 20 كيلو. تعالوا نشوف مع بعض الحاج حسين. ازيك يا حاج حسين؟ الحاج حسين اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. حسين ايوه يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كل خير والله، ربنا يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. معلش بس تعلي صوتك شويه يا حاج حسين عشان مش سامعك كويس. لا بخير والله الحمد لله يا فندم. اهلا بيك، بتكلمنا من محافظه ايه؟ محافظه القاهره يا فندم. اهلا بيك واهلا بكل اهالينا في القاهره. الله يخليك يا فندم. اتفضل اتفضل سؤالك يا حاج حسين. والله يا فندم انا صراحه انا بشكر البرنامج على اساس الكورس الجميل دوت الحلو دوت اللي انا استرحت عليه، وهو جاب معايا نتيجه كويسه جدا الحمد لله. الحمد لله يعني. ايوه كده فرحنا يا حاج حسين، اول مكالمه معانا في الموسم الجديد من البرنامج تفرحنا بقى. انت خدت الكورس الوان سليم؟ ايوه يا فندم. خسيت عليه قد ايه؟ خسيت 37 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله، 37 كيلو في وقت قد ايه يا حاج حسين؟ في 3 شهور يا فندم. في 3 شهور، ده ايه ده؟ ده ايه الجمال ده يا حاج حسين؟ انا هنسقف لك بقى احنا. معانا صورتك كمان يا حاج حسين. لا والله، لا ده كتير عليك. ده ايه؟ ايوه 37 كيلو في 3 شهور يا حاج حسين خسيتهم. أيوة. مع كورس الوان سليم. خلونا نشوف صوره الحاج حسين يا جماعه معلش قبل. ايوه قبل. تمام قبل اهي. طبعا انت تمام. كان عندك سمنه في منطقه البطن، في منطقه التسدي، في منطقه الارداف، في الدراعات، صح كده يا حاج حسين؟ تمام مظبوط يا فندم. طب تعالى نشوف بقى صورتك بعد ما نورت وخسيت 37 كيلو مع الكورس. ما شاء الله، ده انت شكلك صغرت بتاع 10 سنين يا حاج حسين. الحمد لله رب العالمين، ده بفضل ربنا ويكوا يعني. انتوا بصراحه ناس محترمين جدا. وانا أي. اساسا يعني لما خدت الكورس دوت انا اعتمدت على اساس ان دوت معتمد من وزاره الصحه. طبعا ده اساسي. طبعا وهيتعرض دلوقتي قدام الساده المشاهدين تصريح وزاره الصحه. معلش انا الكلام خدني، كنت وحشني فقعدت اتكلم معاكم كتير من اول حلقه ونسينا نعرض التصريح. تصريح وزاره الصحه المصريه لكورس الوان سليم قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. طب قول لي يا حاج حسين، كان في اي اثار جانبيه مع نزولك وخسسانك ال 37 كيلو مع الكورس؟ حسيت باي مشاكل او اي اعراض؟ اطلاقا مفيش اي حاجه خالص. الحمد لله الحمد, الحمد لله. لله ده بفضل ربنا الحمد لله. ما كانش فيه دوخه، ما كانش فيه لا لا يا فندم صداع، ما كانش فيه ان انا مفيش اي حاجه من دي خالص حصلت معايا الفتره كلها بالكامل الحمد لله. كنت بتتابع مع مين يا حاج حسين من الدكاتره؟ صراحه كنت مع الدكتوره ريم. مع الدكتورة ريم طبعا من أشطر الدكاترة اللي عندنا. لا دكتورة محترمة وكانت بتتابعني كل أسبوع. الحمد لله الحمد لله، بنشكرك يا حاج حسين طبعا. وقولي بس سؤال قبل ما أقفل معاك، عشان في ناس أنا بحط نفسي دلوقتي قصاد المشاهد أو قصاد الشخص اللي عايز يخس. هل طبعاً. الكورس خلاك ما تاكلش نوع معين من الأكل أو مثلا؟ لا يا فندم، يعني زي ما بنقول كده سد نفسك كنت. أيوه بص يا فندم، أنا أساسا في الوقت الحالي اكلي بقى ضعيف مش زي الاول خالص الحمد لله. يعني حسسك بالشبع؟ ايوه الحمد لله رب العالمين. يعني بفطر الصبح حضرتك الفطار دوت اللي بفطره الصبح ان كان نص رغيف بفضل عليه لغايه الساعه 5. ما شاء الله ما شاء الله، ده احنا نمسك الخشب يا جماعه. انا طبعا بعد ما حاج حسين هنقفل معاه هكلمكم على كل منتج وايه اللي بيسد الشهيه وايه اللي بيكسر الدهون، هكلمكم على كل حاجه. بنشكرك يا حاج حسين، شكرا جزيلا، ويا ريت تيجي تنورنا كده في حلقه. كل الشكر والتقدير. شكرا، ميرسي قوي. ما تقفلش يا حاج حسين، هوجه حضرتك لحد من فريق الاعداد، وان شاء الله في حلقه قريبه تيجي تنورنا وتكلمنا بقى باستفاضه اكتر على نزولك ال 37 كيلو في 3 شهور مع كورس الوان سليم. طيب انا طبعا الكلام خدني معاكم، ونسيت اكلمكم على المكونات، وكل دواء من الست ادويه الموجودين دلوقتي قدامنا في الكورس المكثف بيخسس ازاي، وبيوصلكم للوزن المثالي ازاي، وبيحلي شكلنا ازاي. طيب نبدا باول دواء معانا وهو الوان سليم. هي دي كبسولات الوان سليم اللي متسمي الكورس باسمها. كبسولات الوان سليم يا جماعه دي من اقوى الكبسولات اللي موجوده زي ما قلت لكم، والمنتج الالماني اللي حكيت لكم عليه نفس المكونات، هو نفس المكون بتاع المنتج الالماني ده، بس ده سعر 1% من سعر المنتج التاني. طب كبسولات الوان سليم عباره عن ايه؟ عباره عن اول منتج معانا يا جماعه هو الشيتوزان، او اول مكون فيها الشيتوزان. الشيتوزان يا جماعه بيعمل ايه؟ ميزه الشيتوزان انه يتكي
تاكلي على قد ما تاكلي، الاكل اللي انت بتاكليه عمره ما هيزودك في الوزن. طب ازاي ده؟ دي معجزه دي ولا ايه؟ لا مش معجزه ولا حاجه، هقول لك ازاي. بصوا بقى، ماده الشيتوزان اللي موجوده في كبسولات الوان سليم بتعمل ايه؟ بتمنع الجسم انه يمتص الدهون اللي في الاكل، والدهون دي هي اللي بتزودني في الوزن. فانا لما الجسم ما يمتصهاش ايه اللي هيحصل؟ عمري ما هتخن. وده اللي بيحصل مع كبسولات الوان سليم. عشان كده دايما بقول حبايبنا اللي وزنهم حلو، اللي وزنهم مظبوط، هتروحي النهارده مثلا خروجه وعايزه تاكلي كل نفسك فيه من غير ما تزيدي في الوزن، بتاخدي كبسوله من الوان سليم قبل الاكله بنص ساعه. انا عن نفسي كبسولات الوان سليم هي اللي عندي في البيت، بحطها نازله بقى مع اصحابي اكله حلوه هعمل في البيت، هطبخ في البيت محشي او مكرونه بالبشاميل او حاجات من الحاجات اللي بتزود في الوزن وخايفه اتخن. طب هعمل ايه؟ هاخد كبسوله قبل الاكله بنص ساعه. ايه اللي هيحصل؟ كلي على قد ما تقدري زي ما انت عايزه. ايه اللي هيحصل؟ ان ماده الشيتوزان اللي موجوده في الوان سليم مش هتخلي الجسم بتاعك يمتص الدهون اللي في الاكله اللي انت هتاكليها. طيب ما هي الدهون هتدخل الجسم، طب هتروح فين؟ هتنزل في عمليه الاخراج بتاعه الانسان، فبالتالي ما فيش دهون هتتراكم في جسمك، فبالتالي مش هتتخن. دي حاجه كده لازم تبقوا عارفين. طب ماده الشيتوزان كمان اللي موجوده في الوان سليم بتزود معايا معدل حرق الجسم للدهون، فبلاقي الجسم ايه؟ عباره عن مكنه حرق، وكل ما جسمي يعلى في الحرق كل ما الدهون تقل، كل ما بخس بسرعه. طب حاجه ثانيه، كبسولات الوان سليم لما تجيلكم لازم تبصوا كده، خلوا بس الكاميرا معايا بعد اذنكم. هنلف كده الكبسولات زي ما انتم شايفين، تمام؟ هتلاقوا هنا علم بريطانيا لانه ميد ان انجلاند او صنع في بريطانيا. كورس الوان سليم كله المواد بتاعته موجوده متجابه من بريطانيا، وهتلاقوا العلم ده، وهكلمكم على كل الكبسولات وهوريكم برضو ميد ان انجلاند او صنع في بريطانيا. طب اوريكم شكل الكبسوله من جوه للوان سليم، يلا بينا نفتح العلبه. ادي كده انا فتحت العلبه. طبعا العلبه اول ما بتوصلكم، دي علبتي عشان كده مفتوحه، العلبه اول ما بتوصلكم بتبقى متبرشمه تماما، انتوا اول ايد تلمس العلبه. طيب ندخل نفتح البرشام بتاع العلبه، وبعد كده بنبص ايه بقى على الكبسوله اهو. الوان سليم يا جماعه، كبسوله الوان سليم نص اهلي ونص ايه؟ زمالك، نص ابيض ونص احمر، بنرضي جميع الاذواق. شايفينها؟ اهي هي دي كبسوله الوان سليم، نص ابيض ونص احمر، حلو كده؟ طيب عايزه اقول لكم برضو على حاجه مهمه قوي، ان الوان سليم بيبقى فيها مستخلص الشاي الاخضر ومستخلص القهوه الخضراء. طب دول بيعملوا ايه؟ اول حاجه، مش دايما يقول لك لما حد بيعمل دايت انا بشرب قهوه خضراء او بشرب شاي اخضر بعد الاكل؟ ليه؟ لان الشاي الاخضر والقهوه الخضراء بيبقى فيهم ماده بترفع جدا مستوى حرق الجسم للدهون، فمعنى كده ماده حمض الكلوروجينيك اللي موجوده في القهوه الخضراء او بنسميه كلوروجينيك اسيد بيزود جدا من معدل حرق الجسم للدهون، فبالتالي بلاقي ان انا بخس، باكل زي ما انا عايزه بس بخس. ليه؟ لانه حرقي عالي جدا. طيب عايزه برضو اقول لكم ان في ماده اسمها السي ال اي موجوده في كبسولات الوان سليم اللي هي كونجوجيتد لينوليك اسيد. طبعا الاخوه الدكاتره بيتفرجوا علينا عارفين ان السي ال اي من اكتر المواد اللي بتزود الكتله العضليه في الجسم. طب ايه معنى ان انا العضل بتاعي يزيد؟ معنى ان العضل عندك يزيد ان شكل جسمك هيبقى حلو. مش انت لما بتروحي الجيم مثلا في عندك حاجه من الاثنين، يا اما انت بتلعبي كارديو او بتلعبي رياضات بتقلل الدهون في جسمك، يا اما بتلعبي حديد او بتشيلي اوزان بشكل عام، ده بيزود معايا الكتله العضليه. طب ما انا عايزه ازود الكتله العضليه، طبعا اي حد فينا كل ما العضل بتاعك هيزيد كل ما الشيب بتاع جسمك هيبقى حلو. وده السبب ان الناس لما بتاخد كبسولات الوان سليم، انا ما اهتمش ان انت تخسي بال10 وال20 وال30 كيلو وشكل جسمك ما يبقاش احسن حاجه، انا لازم شكل الجسم يبقى حلو. طب شكل الجسم هيبقى ازاي حلو؟ بالسي ال اي او كونجوجيتد لينوليك اسيد اللي موجوده في كبسولات الوان سليم اللي هتزود عندي العضل فتعمل لي شكل حلو لجسمنا. البنات بالذات الوسط بيصغر، الارداف بتترسم. طيب بالنسبه للرجال فورمه الساحل هتبقى موجوده برضو عشان السي ال اي اللي موجود في كبسولات الوان سليم. طيب اي حد عايز يتواصل مع الدكاتره ويلحق العرض قبل ما يخلص، عشان عايزه اقول لكم على سر كده، امبارح كنت بتكلم مع صاحب الشركه
وحكيت له على موضوع الدواء بتاع المانيا ده، وقلت له ان الدواء بسعره باكتر من 2500 جنيه. فهو قال لي لا ده انا كده بقى اغلي الكورس. قلت له لا والنبي ما تغلي عشان حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا. فانا بعمل معاه بقى يعني مناقشات كده انه يخلي سعر الكورس زي ما هو ما يغليش. وده اللي انتوا ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان انتوا تجيبوا الكورس الاسبوع ده، لان الاسبوع اللي جاي مش عارفه الدنيا هيبقى فيها ايه. فالاسبوع ده ان شاء الله باذن الله تقدروا ان انتوا تتصلوا ويجي لكم الكورس قبل بدايه الاسبوع اللي جاي من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. دول ارقام دكاترتنا في متابعه مجانيه مره كل اسبوع مجانا مع اي حد هياخد كورس الوان سليم. كمان معانا التوصيل والشحن النهارده مجانا لكل محافظات مصر. خلوني قبل بس ما ناخد صور الحالات اللي خست مع كورس الوان سليم اقول لكم على الاربع عروض معانا. اول عرض معانا هو كورس الشهر اللي بتاخدوا فيه كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء بخصم 30% ومعاكوا هديه اللي هي الفيتامين. معانا كورس الشهرين ده بيكون معاكوا فيه العلبه البيضاء والعلبه الحمراء اللي هي كبسولات الوان سليم وكبسولات الوان فيت بخصم 40%، وبتاخدوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. معانا كورس الثلاث شهور عليه خصم 50%، ده بيبقى عباره عن كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء، كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء بخصم 50%. وبتاخدوا كمان هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. ومعانا كمان الكورس المكثف المفاجاه اللي عليه خصم 60%، بتاخدوا فيه زياده عن كورس الثلاث شهور علبه وان فيت كمان اللي هي العلبه الحمراء، يعني بتاخدوا علبتين من الوان فيت، علبه من الوان سليم، علبه من الوان بيرفكت، ومعاكوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. بيوصلكوا ست منتجات بخصم 60%. كورس الوان سليم هيخسسكوا في الوزن من 25 ل 30 كيلو في الشهرين او من 15 ل 20 كيلو في الشهر. خدتوا كورس الثلاث شهور والكورس المكثف بالذات بتنزلوا معانا في الثلاث شهور مع الكورس المكثف اكتر من 35 كيلو في الثلاث شهور. طبعا تصريح وزاره الصحه المصريه اللي بياكد كلامي قدام حضراتكم على الشاشه لكل منتجات كورس الوان سليم. طيب يلا نشوف مع بعض يا جماعه طبعا ازاي تقدروا تتواصلوا مع دكاتره كورس الوان سليم. الارقام هما ثلاث طرق للتواصل بس. اول طريقه الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، صوروا الارقام، هي دي بس الارقام اللي تقدروا تتواصلوا من خلالها مع دكاترتنا. نفس الارقام عليها واتساب، تقدروا من خلال الواتساب كمان تبعتوا للدكاتره لو انتم مكسلين ان انتم تكلموهم. وكمان صفحات الفيسبوك هتتعرض قدام حضراتكم على الشاشه، صفحه دايت لايف، صفحه وان دايت، صوروا الصفحات وتقدروا تبعتوا لهم في الرسائل. وطبعا صفحه برنامجنا صفحه جو هيلثي، اي حد عايز يسالني اي سؤال او يطلب الكورس تقدروا كمان من خلال رسائل صفحه وان هيلثي جو هيلثي ان انتوا تتواصلوا معايا، وهرد عليكم بعد الحلقه مباشره. تعالوا نشوف مع بعض صور لحبايبنا اللي خسوا مع كورس الوان سليم، ازاي قدروا يحققوا معجزات، ازاي وهم قاعدين في بيتهم من غير ما يعملوا عمليات، من غير ما يتعرضوا لمخاطر البنج الكلي او التخدير الكلي، من غير ما يدفعوا فلوس كتير، من غير ما يتألموا، ومن غير فترة النقاهة اللي بتيجي في العمليات، ينزلوا نفس وزن العمليات بس بشكل اكبر، وفي نفس الوقت في وقت يمكن يكون اطول شويه، بس احنا بنوصل في الاخر للامان مع تصريح وزاره الصحه المصريه. تعالوا نشوف مع بعض اول حاله من حالاتنا نزلت قد ايه. معانا ايهاب نزل 27 كيلو يا جماعه في شهرين ونص. ايهاب كان عنده مشكله انه كان عنده اكتر حاجه مضايقاه كان البطن او الكرش بالبلدي بتاعنا كده والتسدي. فقدر ينزل مع دكتورة فاطمة من الفريق الطبي 27 كيلو في شهرين ونص مع كورس الوان سليم، ولسه مكمل النص شهر او الاسبوعين اللي فاضلين دول مع كبسولات الوان بيرفكت للتثبيت. برافو يا ايهاب، وطبعا شكرا لدكتور فاطمة. نشوف الحالة التانية. معانا ريم نزلت 25 كيلو في 3 شهور يا جماعة. ريم كان عندها مشكلة ان هي بعد ولادة الطفل الاولاني زادت 25 كيلو عن وزنها،
فحاولت محاولات كتير جدا، عملت دايت ما قدرتش توصل وما قدرتش تخس، عملت جلسات ما قدرتش تخس، فلجأت لينا في الآخر بتتابع مع دكتورة جهاد من الفريق الطبي. قدرت دكتورة جهاد مع ريم إن هما تخسسها 25 كيلو في 3 شهور مع كورس الوان سليم. كانت بتاخد ايه؟ كانت بتاخد كبسولات الوان سليم، كبسولات الوان بيرفكت، وكبسولات الوان فيت. والثلاث شهور ده خلوا بالكم ما كانش العرض المكثف لسه نزل، فكان الثلاث شهور العاديه اللي هم الخمس منتجات اللي انتوا عارفينهم اللي عليه خصم 50%. لو خدتوا دلوقتي العرض المكثف عليه خصم 60% وتنزلوا وزن اكتر من كده كمان في الثلاث شهور. معانا صور تانية يا جماعه. اخر صوره معانا سيد نزل 25 كيلو في 3 شهور. انتوا شايفين يا جماعه سيد بقى الدنيا عامله ازاي معاه؟ شايفين ان مفيش بطن، شايفين ان مفيش دراعات، شايفين ان الجسم نفسه شكله مرسوم. وده اللي بكلمكم عليه، عشان ماده السي ال اي او الكونجوجيتد لينوليك اسيد اللي بتزود الكتله العضليه عندنا، هو ده اللي بكلمكم عليه بقى. شفتوا بقى الفرق؟ الصوره وضحت كلامي. الجسم مش نازل بلوكاية، لا نازل مرسوم، نازل متقسم. هو ده كأنه بيلعب رياضة، هو لا بيلعب رياضة ولا حاجة، ده هو خد كبسولات الوان سليم فيها الكونجوجيتد لينوليك أسيد، رسمت شكل الجسم زي ما انتم شايفين في الصورة اللي هو لابس فيها أزرق. طيب عايزه برضو افكر حضراتكم، اي حد عايز يخس زي كل الحالات بتاعتنا اللي خست وتقدروا تخسوا اكتر كمان منهم، لان كان وقتها مش منازل العرض المكثف، معانا النهارده العرض المكثف عليه 60% خصم، بتاخدوا 6 منتجات ويوصلكم المنتجات لحد باب البيت مجانا مع متابعه من دكاترتنا مره كل اسبوع مجانا. الكورس المكثف عباره عن علبه من الوان سليم، علبتين من الوان فيت، وعلبه من الوان بيرفكت، وبتاخدوا هديتين كريم شد الترهلات وكمان الفيتامين. طيب في برضو حاجه عايزه اقول لكم عليها، انه اي حد خد كورس الوان سليم احنا بنضمن له فلوسه. يعني ايه؟ يعني خدتي كورس الوان سليم ولنفرض، وده مش هيحصل اطلاقا بس بقول لك، ولنفرض اخدتيه وما خسيتيش عليه، بترجعي تتكلمي على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، بنضمن لحضرتك فلوسك. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا واثقين 100% من جوده المنتجات، وانك هتخسي 1000000% يا جماعه على كورس الوان سليم. طيب عايزه بس اكلم حضراتكم كمان على كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء. كبسولات الوان فيت زي ما انتم شايفين كده، عايزه برضو افرج حضراتكم على، لو جبتوا بس زوم هتلاقوا هنا الايه زي ما انتم شايفين كده العلم بتاع بريطانيا، شايفينه على كبسولات الوان فيت ان هو صنع في بريطانيا. طيب كبسولات الوان فيت لونها ايه؟ لونها بينك او لونها بامبا، هفتحها برضو قدام حضراتكم على الشاشه اهي. الكبسولات لما بتيجي لحضراتكم بتيجي مقفولة متبرشمة، دي برضو عشان علبتي فانا فتحاها، هوري لحضراتكم شكل الكبسولة اهي. بصوا كده لونها بينك اهو. مخرجنا بقى الاستاذ المتميز هيقدر يجيب لكم بقى الايه اهو، شايفين هو ده شكل كبسولة الوان فيت. طيب الوان فيت عبارة عن ايه؟ الوان فيت يا جماعة مهمة قوي للناس اللي عندها دهون في الجسم، بنسميها قنبلة نسف الدهون. انا عندي دهون كتير في جسمي وعايزة اخس، كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي يبص على نفسه كده، يبص على نفسه. الدهون عندي موجودة فين؟ الدهون عند ناس في الدراع، الدهون عند ناس او الرجال في التسدي، الدهون عند معظم الناس في منطقة البطن، الدهون عندي في منطقة الأرداف، الدهون عندي في تنيات الظهر من ورا، الدهون عندي في سمانة الرجل بتاعتي، الدهون عندي في اللغد. كل واحد يبص ويقول لي مشكلته فين دلوقتي، ويبعت لي على صفحة البرنامج اللي هي صفحة جو هيلثي، هتتعرض دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة. عايزة كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي يبعت لي على رسائل الصفحة، أنا عندي دهون في المنطقة الفلانية، في السمانة، في اللغد زي ما قلت لكم، في الدراعات، في تنيات الظهر، في الكرش مشكلتنا كلنا، وفي الأرداف. طيب بعد كده يا جماعة هاجي أقول لكم بقى، انتوا دلوقتي الدهون اللي موجودة في جسمكم دي عايزينها تمشي من الجسم، عايزين جسمنا يبقى شكله حلو ومرسوم. هنعمل ايه؟ هناخد قنبلة نسف الدهون اللي هو الوان فيت. الوان فيت يا جماعة بيبقى فيها مادة بتكسر الدهون اسمها الجارسينيا كامبوجيا. الجارسينيا كامبوجيا بتفجر كل الدهون اللي في منطقة البطن والأرداف، في الدراعات، في سمانة الرجل، في أي منطقة في جسمك. هنقدر نكسر الدهون دي ونخرجها بره الجسم.
طب حاجة تانية، عشبة الهاوثورن دي عشبة نبات طبيعي 100%، بيقلل من تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، ودي موجودة في الوان فيت. عشان كده الناس اللي بتخس مع الوان فيت وبتاخد من أول كبسولة بيلاحظوا إن أول حاجة بتنزل البطن والأرداف. ليه؟ عشان الهاوثورن بتقلل من تراكم الدهون الموجودة في البطن والأرداف. فأول بأول من أول قرص هتلاقي أول منطقة بتخس معاكي البطن اللي هو الكرش والأرداف. طيب هنطلع بس فاصل سريع جدا وهرجع بقى اكلم حضراتكم. تقدروا تصوروا دلوقتي الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه وتكلموا الدكاتره في خلال الفاصل، وان شاء الله يردوا على حضراتكم. فاصل ونواصل، ما تروحوش في اي حته عشان في كلام مهم جدا جاي في الفقره اللي جايه. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما عودناكم بنحاول نجيب احسن مطعم من المطاعم اللي موجوده في مصر، يعني بننقي كده مطعم بيكون اكلاته اكلات حلوه طعمها حلو متميزه جدا مميزه عن اي مطعم تاني. فمعانا النهارده في الفقره دي مطعم وكافيه بوخارست بلاك. الحقيقه ان مطعم بوخارست محقق نجاح كبير جدا وليه كذا فرع موجود في القاهره، ومعانا النهارده بقى الشيف الرئيسي لمطعم بوخارست بلاك وهي الشيف اسماء علي. ازيك يا اسماء؟ ازيك يا فندم، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الاخبار زي الفل. ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها لنا دي؟ ده خير حضرتك. قولي لنا بقى الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها لنا دي ايه، وايه دي اكتر يعني وصفات انتم مميزين بيها في المطعم؟ دي اطباق رئيسيه بتاعت بوخارست الاساسيه اللي شغاله بيها. حلوه قوي. معانا برجر بوخارست. جميل. بياخد سموكات وصوصات كده تحفه. معانا افوكادو مانجو سلط، دي حاجه هيلسي. حلو قوي، بنعملها على البرنامج بتاعنا. بنعملها هي خفيفه جدا على القلب، مطلوبه. أيوة. كتير ناس كتير بتحبها، فدي حاجه هيلسي كده خفيفه، بتحط عليها جمبري وصوص مانجا ومايونيز. حلو قوي. وافوكادو. فهي حاجه برضو صحيه ولازم فيها يعني مميزات كتير حلوه. حلوه قوي. ممكن تمام. نعملها كمان، احنا جايبين معانا الشيف اسماء علي علشان هتقول لكم بقى اسرار عمايل ووصفات مطعم بوخارست تقدروا تعملوها في البيت، ودي حاجه لينا حصري كده. مش مطعم بوهل بقى. لا اكيد انتوا مميزين برضو اكيد في الوصفات بتاعتكم. طبعا طبعا طبعا. فقولي لنا بقى، خلينا نبدا مثلا اول حاجه بالايه؟ نبدا نعمل جريل تشيكن معانا بصوص مشروم. حلو قوي. ومعانا بيكاتا برضو بصوص مشروم. يلا بينا. هنا الطاسه بتاعتنا فيها مشروم وفيها بصل. حلو. انت نزلتي الاول يا اسماء بايه؟ بالمشروم بزبده وبصل. حلو. وبعدين بنشوح معاها المشروم بالاعشاب. تمام تمام. حلو قوي. ده بصل بس انا مش شايفه بصل، ده مشروم ده بس. هو مشروم ومعاه بصل لان هو مش بيبان قوي، لان احنا بنخليه يبقى دبلان اللي هو شوية. بصل يعني نقطعه عادي؟ نقطعه صغير ونوايز. ماشي. حلوة قوي. يبقى يا جماعة تجيبوا طاسة ونحط فيها زبدة وشوية بصل وشوية مشروم وياخدوا تشويحة كده مع بعض. بالظبط. معانا هنا برضو. حلو. هنعمل الجمبري بتاع الافوكادو مانجو سلط. الله، ده انت هتعملي لنا كذا وصفة بقى في وقت واحد. في وقت واحد. يلا بينا اساعدك. معلش بس ممكن نشغل هنا. شغال. كده مفيش مشكلة. يلا. انا ممكن اقلب معاكي لو انت عايزة. يلا بينا كده بقى. انت حاطه لنا ايه هنا مع هنا سلطه الجمبري؟ الجمبري بس هنا مشروم. هننزل بديميجليس. ماشي. ده الصوص بتاع البيكاتا والجريل تشيكن. حلو قوي. تمام. ده معانا اسمه صوص براون. جميل. بنديله ماجي باودر عشان في ناس تقولك الديميجليس ده انا هعمله ازاي، هو موجود ساعات في السوبر ماركت معلب كده. بالظبط، بيبقى جاهز يعني. يلا تمام. احنا ممكن نشغل دي نعمل السوتيه بتاعنا. يلا كده. هنا انت حطيتي مشروم وجمبري، ده للسلطه. بالظبط. انا مهتمه بوصفه السلطه قوي عشان عايزه اعملها في البيت. هتعجبك قوي، وهي حاجه جميله وخفيفه جدا يعني. يلا بينا. شايفين يا جماعه برضو عشان تيجي على الكاميرا، على الجمبري يعني يا دوب بياخد لون مع المشروم في حبه زيت. وهنا دوت السوتيه اللي هي الفايضات بتاعتنا. حلوه قوي. ده عباره عن ايه بقى يا اسماء؟ ده وك سايد سوتيه بيطلع معانا مع الجريل تشيكن. حلو. تمام. بيبقى تو سايد.
اللي هو بيبقى سوتيه ورز او سوتيه ومش او اي حاجه من اختيارك. حلو. هي بتتقدم مع الطبق اللي هو الميني كورس بتاعنا. اللي هو بيبقى ممكن لو انا حابه اعمله في البيت السوتيه اجيب مثلا ايه، كوسه وجزر. تجيبي كوسه وجزر، فلفل الوان، ومشروم. ده مفيد جدا وحلو قوي. تمام. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الخضار السوتيه من اكتر الحاجات او اللي بيبقى ليها قيمه غذائيه عاليه جدا، لان انا في الخضار السوتيه بيبقى عندي مثلا الجزر فيه فيتامين الف بيقوي النظر وبيقوي المناعه، عندي الكوسه مليانه الياف للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، عندي الفلفل الالوان مليان حاجه اسمها فلافونويدز دي بتقوي جدا المناعه وبتحسن من صحه شعري وبشرتي، لو الذره الصفراء رائعه للناس اللي هي عندها مشاكل في الهضم وعندها تساقط في الشعر، فالخضار السوتيه يعني بيبقى رهيب. هنا معانا الجلالة شكل كده مع الطبق، اول طبق زي ما دي عباره عن ايه بقى؟ قولي لنا بقى الوصفه عشان انا جربت عندكم الجريل تشيكن طعمه رائع. جريل تشيكن دوت بيبقى صدور بنشرحها كويس، نغسلها وبنعمل لها مارينيشن. طبعا مش هقدر اقول سر الخلطه بتاعتنا، احنا عايزين يا شيف اسماء المارينيشن. وبنعمله على الجريل كده زي ما انت شايفه، وبعدين بننزله. في ناس بتحبه مشوي، في ناس بتحبه بكذا صوص عندنا. طب قولي لنا بس المارينيشن ده، ادينا حاجه كده عشان يعني نقرب شويه من الطعم. يعني مجموعه توابل، مستردة، باربيكيو، ميه بصل. احنا ورقه وقلم يا ست الكل، واكتبي معانا مستردة وباربيكيو وبودره بصل ومجموعه توابل كده. فاحنا بننزل عليه كده زي ما حضرتك شايفه. حلو قوي. تمام. هنا الصوص بتاعنا خلاص المفروض ان هو خلص. ده صوص الديميجلاس بالمشروم. ده صوص اسمه براون صوص مشروم. براون صوص. تمام. ده اللي هو يا جماعه ممكن تحطوه برضو على الفيليه، على اللحمه، بالزبط. على الفراخ. هنعمل معانا برضو جريل بكاتا دلوقتي بنفس الصوص. بنفس الصوص. حلوه قوي. حلوه قوي. طيب عايزه اسالك على حاجه كريمة. بقى ده ايه بقى؟ دي كريمه كده بنكسر اللون. اوكي. تمام. طب عايزاكي تعملي لي السلطه ضروري يا شيف اسماء. السلطه جاهزه معانا. يلا قولي لنا بقى عشان هروح اعمل السلطه بتاعت الافوكادو والجمبري. ديك السلطه الجمبري معانا شوحناه. حلو. ومعانا المشروم بتاعنا. تمام. بياخد معانا فلفل احمر مشوي. ماشي. بياخد معانا فلفل احمر مشوي. اوكي. ممكن لو مش عارفه اشويه يا شيف اسماء اعمله كده في طاسه. ممكن بنلفه مع الجمبري عادي في طاسه ومع المشروم. ماشي. فاحنا بناخده. اوكي. معانا طبق السلطه بتاعنا الجميل. ده عباره عن ايه بقى الطبق؟ دوك الطبق دوك عباره عن خس وجرجير وبس، مفيش اي حاجه تاني. خس وجرجير اللي هو الكابوتشا يعني. بالظبط. بناخد احنا المشروم مع الفلفل والجمبري. الله. تمام. دي سلطه هيلسي زي ما احنا اتفقنا. حلوه قوي. تمام. طبعا يا جماعه كل الاكلات اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، التشيكن اللي هي بصوص المشروم، السلطه بالافوكادو، البرجر، كل الاكلات اللي قدام حضراتكم دلوقتي هتقدروا تاكلوها، وكمان هنخس مع الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، الارقام الفريق الطبي الخاص بكورس الوان سليم. تمام كده معانا الافوكادو. لا استني بس، انت عملتي ايه؟ انت حطيتي المشروم الافوكادو والجمبري عليه والفلفل بقى. والفلفل الافوكادو. تمام كده عندنا صوص دريسنج. صوص بقى دريسنج اسمه افوكادو مانجو سلطه، ده بيبقى مايونيز على مانجا بس، ما بتاخدش اي حاجه تاني، لا فلفل ولا ملح ولا الحاجات دي. مايونيز هي ومانجا. خفيفه وطعمها حلو جدا. حاجه بس. طب الكميات قد ايه؟ يعني زي ما احنا قد كميه المانجا؟ يعني 50 جرام و50 جرام. 50 جرام. هي حاجه هيلثي زي ما اتفقنا، فاحنا هننزل بس عليها بالصوص ده، ممكن نمكسه وممكن نحطه كده عليها بالشكل ده. ده صوص جديد وحاجه جديده يا شيف اسماء. هي هيلثي وافتكاسه بصراحه من بوخارست يعني. بس حلوه. هو احنا في بوخارست دايما بنعمل حاجات جديده على طول يعني. حلوه طبعا، انتوا متميزين الحقيقه في الاصناف بتاعتكم جدا، يعني حاجات مختلفه ما تلاقيهاش غير عندكم. بالظبط. فكده احنا عملنا طبق السلطه. حلوه قوي. عملنا طبق الجريلد تشيكن. الجريلد تشيكن ده تاني طبق. احنا عايزين بقى البرجر كمان. معانا البوخارست برجر بقى. ده مشهور جدا عندنا. تمام. هو قطعه برجر، قطعه لحمه سميكه كويسه. أوكي. تاخد معاها سموك بيف. تمام. وبنحط عليها صوص مشروم، نفس الصوص بتاع الجريلد تشيكن. بس بيزيد شويه بصل بصوص. بيبقى طعمه حلو جدا وهنشوفه دلوقتي. يلا بينا. دي البرجر. دي البرجر احنا كنا مجهزينها عشان بتاخد وقت. عشان بس ما فيش وقت. بتشوي البرجر. بنشويها على الجريل. بالظبط. اوكي. وبنرجع تاني بقى ناخدها كده. حلو قوي. التوبيز مش شغال. لا شغال ليه؟ خلينا صعب. يلا بينا. لا شغال.
هو اصله ايه؟ ساعات كده انا اللي حظي وحش بقى. لا 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 استني اهو. كده هيتفتح حالا دلوقتي. طب قولي لنا بقى يا اسماء دلوقتي اهو اهو ده شغال. تعالي هنا ماشي. قولي لنا بقى البرجر ده احنا هناخده بس شويه كده يتشوه شويه. اه لان هو بيتاخد على الجريل وفي الهواء معروف ان مفيش دخان وفاير وكده فاحنا بنبقى مجهزينه. اه تمام رائع. فاحنا هنحطه هنا. ايوه تمام كده احنا حطينا البرجر معاه خس معاه طماطم وهننزل بالزبط. عليه بنفس صوص الجريل بتشيك صوص بالظبط كده. اه فين صوص الجبنه يا عمرو لو سمحت؟ عايزين صوص الجبنه يا وبنحط عليه ده بقى السموك بيف. ده سموك بيف. اه تمام وبنحط عليه جبنه امريكان. اه والامريكان تشيز ده حلو قوي. اه بالظبط. هو احنا بنستخدم تشيز سايحه جبنه سايحه او جبنه امريكان. رائع. تمام ده كده تالت طبق معانا يا شيف اسماء. نحطه هنا برده عشان بالزبط. ايه تمام كده. قولي لنا بقى ان احنا قدامنا دقيقه عايزين في طبق تاني. تحبي تقولي لنا مكوناته سريعا؟ في معانا الفاهيتا ودي حاجه برده كويسه جدا. ايوه مطلوبه وكلنا بنحبها. السكلت معلش قولي لنا خليه يجيب لي السكلت. ايوه دوت بيتقدم مع الفاهيتا ده حلو قوي. ده مكسيكان تمام. طبعا ده حاجه مشهوره مميزين انتوا بالرز المكسيكي. هالبينو سوا كريم بوكو دي جالو بياخد لقمه تورتيلا. حلو جدا تمام كده خطير. ديك طبق رئيسي عندنا ومهم جدا. أيوة. بيبقى سكيلت فاهيتا. اه هيجيب لي دلوقتي. طب بقول لك ايه الخضار السوتيه ده بتحطيه فين بقى؟ الخضار السوتيه ده هنعمل طبق تاني. اه تمام. لا انا شايفه يا جماعه شغل عالي قوي والوان وحركات وتكات. احنا مروقين عليكم جدا. يعني لا شغل جامد. لا وقولي لنا ايه الحاجات الحلوه دي؟ ده طبق ابيتايزرز ده مش كده؟ تمام. ده عباره عن ايه بقى؟ ورق عنب وسمبوسك وحواوشي وممبار. دوت اسمه سيليكشن شرقي. اه تمام كده؟ اه احنا هنا معانا ماش بوتيتو. حلو قوي. دي هنقدمها حالا مع الدبل ديب. تمام. انا عاجبني قوي طبق الابيتايزر ده يا شيف اسماء. يا ريت يا استاذ كريم تجيب لنا كده الطبق الابيتايزر ده عشان ده برضو فيه يعني اختيارات كتير قوي للناس اللي هي الناس اللي بتحب السمبوسك الناس اللي بتحب ورق العنب الناس اللي بتحب الممبار. اه هو هنا الشيف يا جماعه عايزه حاجه منكم. ايوه يلا بينا يلا بينا. ماشي ايوه طيب تمام. انا دي اخر بقى حاجه دي اخر حاجه سريعه بقى يا شيف اسماء عشان احنا لازم نختم دلوقتي. انت عملتي ايه بقى قولي لنا؟ دي فاهيتا. ايوه اوكي. الفاهيتا دي عباره عن خضار وفراخ. اه بتاخد صوص من الباربيكيو. اه وبتاخد صويا صوص وبنتبلها كويس جدا. تمام تمام. طب الفاهيتا دي الخضار ايه؟ انت مقطعه خضار ايه؟ الخضار بتاعها بصل جوليان. اوكي فلفل جوليان. اه زيتون. بس تمام كده. نديها صويا وزيتون متقطعين يا جماعه شرايح بالظبط ونقطه معلقه فول صويا صوص بالظبط وبنديها باربيكيو. اوكي وباربيكيو صوص. تمام كده احنا لازم نختم دلوقتي يا شيف اسماء حالا. يلا بينا. تمام وياخدوا تشويحه مع بعض. اه بالظبط كده ماشي. وتحطي ده ايه؟ كزبره. دي بقدونس. بقدونس حلوه قوي. واو دي كده الفاهيتا بتاعتنا. ده لازم نختم بيه ده يا شيف اسماء. بتاخد معاها صدور كده مشويه. يا سلام عشان تاخد من ريحه الفاهيتا. بالظبط. الله ده كده فاهيتا برضو ده طبق رئيسي عندنا خطير. تمام كده احنا كده لازم نختم يا شيف اسماء بعد الطبق الحلو ده مش هينفع اي كلام كده. تمام قوي. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الفاهيتا خطيره. حطيناها الاول وحطت عليها شويه صويا صوص وبعدين التشيكن الفراخ المشويه ورشه بقدونس كده على الوش. واحلى فاهيتا من عندكم يا شيف اسماء نورتينا. تسلمي لي بجد كانت حلقه جميله جدا وحاجاتنا الحلوه دي افتكون عجبتكم طبعا. وعايزه اقول لك الكوليكشن بتاعنا برضو يعني حاجه تحفه خالص.
طبعا. وعايز اقول لك بقى حاجه، ان انت بسطتي الوصفات لناس كتيره. طبعا لو حد فكر ان هو هيعملها اكيد مش هيبقى بنفس طعم المطعم، بس في الاخر طبعًا هنقرب شويه للناس اللي مش بتقدر ان هي طبعًا تجي لكم المطعم. بنشكرك يا شيف اسماء، شكرا لحضرتك جدا، ربنا يخليكي قوي، نورتينا، شكرا ليكم. وشكرا لمطعم بوخارست بلاك. وللاسف وقت حلقتنا خلص، ولكن الكلام الحلو لسه مكمل مع حضراتكم. اشوفكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. باي باي. We'll be right back.